بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسباب اختلاف المفسرين في عالم التفسير، وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، هو اختلاف نظرة المفسرين للفقرة في الآية المباركة. حينما تكون الآية المباركة فيها عدة فقرات ومؤلفة من جمل متعددة، طبعا كل جملة لها علاقة بما قبلها وبما بعدها. هنا حينما يختلف المفسرون في قراءة النص وفي تدبر السياق، لأن هناك سياق في الآية وهناك سياق الآية. سياق في الآية هي يعني في نفس الآية هناك جمل متعددة، فقرات متعددة، ففقرة واحدة من الفقرات علاقة هذه الفقرة بالفقرات الأخرى، هذا يسمونه سياق في الآية. أما سياق الآية فهو الآية بالنسبة للآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، يسمى سياق الآية. طبعا هناك السياق العام، يعني القرآن كله سياق واحد، القرآن يفسر بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض، ولكن نتحدث نريد في هذه الحلقة عن دور السياق في الآية في تعدد الآراء والأقوال والتفاسير للفقرة الواحدة. نضرب مثل على ذلك، عندنا موردين هنا إن شاء الله، موردان في هذه الحلقة. المورد الأول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية المباركة الآية 95 بعد 100. ولا تلقوا، هذا النهي جاء ضمن يعني بين أمرين في الآية ذاتها: وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن هذا النهي وأنفق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جاء يعني جملة من جمل متعددة في الآية المباركة، وقبله كان أمر وبعده أمر. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قبلها كذلك وأنفقوا في سبيل الله. وسبيل الله هنا في السياق سبيل الحرب والقتال، لأن هذه الآية، الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، تتحدث عن الحرب والقتال. انظر الآيات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، بعد ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بعد ذلك الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، إلى الآية 95 بعد 100 تقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن هنا سبيل الله هو سبيل الحرب وسبيل الجهاد والقتال. كأن هناك طبعا تعددت وجوه والقراءات في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الوجه الأول أو الرأي الأول يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عدم الإنفاق هو تهلكة، أن الأمة حينما لا تدعم ولا تمد وتزود وتجهز المجاهدين المقاتلين بالسلاح وبالمال وبالعتاد، تجهيز الغزاة، يعني من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أو من جهز غازيا فغفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، كما في روايات أهل البيت عليهم السلام. فإذن هنا هذه الآية تتحدث عن ضرورة الإنفاق ودعم الجبهات ودعم المجاهدين والمقاومين والمقاتلين، لأن القتال كما يحتاج إلى رجال يحتاج إلى مال. القتال
يحتاج إلى رجال ويحتاج إلى مال. ولهذا هذه الآية تقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هي بالحقيقة يعني كما في الرأي الأول أن عدم الإنفاق هو تهلكة، عدم يعني دعم المجاهدين والمقاومين والمقاتلين والقوات المسلحة هو تهلكة، لأن العدو سيغزونا في عقر دارنا. وهل هناك ذلة وهوان؟ فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان، كما كان يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. وهذا أخو غامد، أخو غامد السفياني من الشام، وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها. الترشية لا تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرة. التاريخ يعيد نفسه. إذن حينما تضعف الجبهات ويعني ولا يمد الناس المجاهدين بالعتاد والسلاح والذخيرة ومدارات كذلك عوائل المجاهدين والمقاتلين، هنا الأمة تضعف وتغزى في عقر دارها. وأنفقوا في سبيل الله، قلنا سبيل الله هنا هو الجهاد والقتال. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني عدم الإنفاق هو تهلكة. أن تكف عن الإنفاق وأن تعيش الأمة الشح وتجعل المقاتلين المجاهدين يكافحون وحدهم من دون أي مدد ومن دون أي تأييد ومن دون أي تجهيز، طبعا هنا تقع الأمة جميعا في التهلكة. وقاتلوا في سبيل الله، أو وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نا بأيديكم، يعني طبعا ولا تلقوا بأيديكم، هذه الباء هل باء سببية أو باء يعني تأكيد؟ إذا كانت الباء تأكيدية يصير ولا تلقوا أيديكم، يعني لا تلقوا يعني قواكم وإمكاناتكم، لأن اليد بمعنى القوة، بمعنى مثل يد الله فوق أيديهم، اليد بمعنى الأعمال، بمعنى الطاقات، بمعنى الإمكانات. اليد ولا تلقوا بأيديكم، إذا كانت الباء يعني تأكيدية تكون ولا تلقوا، يعني ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، يعني لا تلقوا طاقاتكم وإمكاناتكم إلى التهلكة. أو إذا كانت الباء سببية يكون المفعول به محذوف، ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، يعني بسبب أيديكم، يعني بتقصير منكم. ولا تلقوا بأيديكم، يعني ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. هناك اتجاهان في تفسير الباء أو قولان في تفسير الباء في قوله بأيديكم. نعود إلى الرأي الآخر في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو يعني التهلكة هي الإسراف في الإنفاق وفي العطاء، يعني وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ولا تسرفوا ولا تبذروا. وهذا طبعا ممكن أن يكون حينما نخرج الآية يعني الفقرة من سياقاتها
ممكن أن تكون يكون لها هذا المعنى، ولا تلقوا يعني بأيديكم إلى التهلكة، يعني عدم الإسراف، وهذا ما جاءت به يعني بعض روايات أهل البيت عليهم السلام في معنى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني هناك روايات يقول عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس يقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني المقتصدين. فهناك إذن اتجاهان في تفسير هذه الآية بين الإفراط والتفريط. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قلنا هناك تفسيران: التهلكة أن عدم الإنفاق والشح وعدم دعم المجاهدين والمقاتلين، لأن الآية نزلت في ضمن آيات القتال، وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني تشجيع لتجهيز المقاتلين والمجاهدين، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أو التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني عدم الإفراط يعني في العطاء، كما قرأنا في رواية أهل البيت، يعني التبذير، وأنفقوا في سبيل الله، ولكن هذا الإنفاق لا يكون تبذيرا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أو يمكن هناك تفسير آخر، يعني عدم التهلكة يعني عدم إلقاء النفس في التهلكة، يعني في الحرب ينبغي الإنسان أن يعد العدة ويحسب الحسابات الدقيقة والصحيحة في الحرب، ربما هذا معنى ثالث. ولكن الروايات، يعني روايات أسباب النزول في المعنى الأول، روايات أسباب النزول وهو التهلكة يعني عدم الإنفاق، في أسباب النزول عن أبي أيوب الأنصاري قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا: إن أموالنا، انظر هنا، إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله: يردوا علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم، رووا هذه الواقعة في أسباب النزول عن أبي أيوب الأنصاري. هناك مورد آخر ونموذج آخر لدور السياق، الفقرة، تفسير الفقرة في السياق، في قوله تعالى في الآية 65 بعد 200 من سورة البقرة ذاتها: وتثبيتا من أنفسهم في الإنفاق، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، يعني الطل أدنى المطر، الوابل أشد المطر. هذه الآية 65 بعد 200، تعددت أقوال المفسرين في معنى قوله: وتثبيتا من أنفسهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم.
هناك أقوال متعددة في عالم التفسير، نذكر منها ثلاثة أقوال. القول الأول تثبيتا من أنفسهم، يعني تثبيت النية، الإنسان حينما يريد أن يعطي يثبت النية، هل هذه النية خالصة في سبيل الله أو هناك رياء أو هناك يعني دوافع ذاتية ودوافع شخصية، أو مثلا ربما هناك أناس يرونه فهو يتحمس للعطاء لوجود هؤلاء الناس، فتثبيتا من أنفسهم يعني التؤدة والتثبت في تركيز النية وفي توفير النية في العطاء، فإن وجد النية خالصة لله أعطى، وإن وجد النية فيها رياء أمسك. هذا تفسير لطيف. وتثبيتا من أنفسهم يعني تثبيت النية بمعنى تحري النية الصادقة المخلصة ومحاولة الإطمئنان أن العطاء يكون لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، يعني 100% خالص، لا نريد منكم جزاء، لا جزاء مقابل، لا عطاء مقابل لعطائنا، ولا شكورا، ولا حتى كلمة شكرا، ولا شكورا هنا بحسب السياق يعني كلمة شكرا. هذا رأي التثبيت معنى التؤدة والأنات والتحري والإطمئنان والتروي في نية العطاء وتمحيص النية لتكون خالصة لله تعالى. هذا رأي. الرأي الآخر يقول وتثبيتا من أنفسهم، يعني التثبت والتأني في مواطن الإنفاق لمن يستحقونها وفي الموارد التي ينبغي أن يكون فيه. طبعا الإنفاق في موارد، واحد يعني ينفق مجاملة، غنيهم مدعو وعائلهم مجفو، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لعثمان بن حنيف في والي الإمام علي في البصرة، وكيف تستجيب إلى طعام قوم عائلهم غنيهم مدعو وعائلهم مجفو. هاي العزائم مرات تصير للشخصيات الأغنياء، أما الفقير حتى في شهر رمضان المبارك الفقير ما حد يعزمه، بينما الأغنياء يعني العزامة يومية معزوم الغني، بينما الفقير لا يعزمه أحد. هذا طبعا هنا وتثبيتا من أنفسهم يعني تثبيت مواطن الإنفاق. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. المهم مو ماذا ننفق، المهم موارد الإنفاق، مواطن الإنفاق، على من ننفق. ولهذا القرآن أجاب بكلمة على السؤال، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، المهم يكون خير، ولكن الأهم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. القول الثالث وهو الذي يؤيده العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، وتثبيتا من أنفسهم يعني تثبيت يعني عدم المن والأذى، لأن الآية التي قبلها تتحدث عن ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الآية التي بعدها مباشرة تقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني تثبيت النية واستمرار هذه النية أن تكون في سبيل الله وأن يكون العطاء في سبيل الله، فلا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فقرينة المقابلة وتثبيتا من أنفسهم يعني هو الثبات على النية الصادقة المخلصة وعدم اتباع ذلك العطاء بالمن والأذى، ليكون المعنى كما يقول الطباطبائي تثبيتا من أنفسهم، تثبيت الإنسان نفسه ما نواه من النية الخالصة، وهو تثبيت ناشئ من النفس واقع على النفس. فإذا تثبيتا يعني تمييز،
تثبيتا من أنفسهم. يعني السياق قلنا سياق المقابلة. إذن هناك يعني ثلاثة أقوال في تثبيتا من أنفسهم. الأول هو وتثبيتا من أنفسهم هو توفير النية، فإذا كانت النية الخالصة غير متوفرة لا يعطي، وإذا توفرت النية يعطي. هذا تفسير. التفسير الثاني وتثبيتا من أنفسهم هو تثبيت والتأني في موارد الإنفاق، أن يعطى المال لمن يستحقه من الفقراء والأيتام والمساكين، لا يعطى مجاملة. الأموال تعطى للإنسان المحتاج، لأن أحيانا الإنسان يعني العفيف لا يعطى، بينما السائل يعطى. هذا اشتباه. القرآن الكريم يقول بخصوص الذين يعني لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يقول يجب أن تكون عندك يعني فراسة بحيث تعرف الإنسان المحتاج قبل أن يسأل. السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. حياء التذمم يعني الهروب من الذم. التفسير الآخر وهو وتثبيتا من أنفسهم يعني تثبيت النية الصادقة واستمرار هذه النية، وعدم اتباع ما نعطيه وما ننفقه في سبيل الله بالمن والأذى. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه الآية التي قبلها. بعدها تقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني عدم الحاق العطاء بالمن والأذى، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الطل هو أدنى المطر، يعني هي تعطي حينما تكون النية لله عز وجل، تعطي على أي حال. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.